النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، لكن اعتبارا من يوم غد السبت تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع قليلا وتسود أجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة تكون حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، كما تسود أجواء لطيفة إلى مائلة البرودة خلال ساعات الليل. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم الجمعة كما ذكرنا سادت أجواء صيفية اعتيادية، درجات الحرارة كانت حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة البرودة إلى لطيفة بشكل عام. يوم السبت درجات الحرارة بالارتفاع قليلا لتصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، تنخفض ليلا لتسود أجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة بإذن الله. يوم الأحد لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار لكن لطيف إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، تسود أجواء صافية مع 19 درجة مئوية المحسوسة 19 أيضا، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم السبت 30 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى 22، ترتفع يوم الأحد تسجل 32 إلى 20 درجة مئوية، يوم الاثنين 31 إلى 18 درجة مئوية. نذهب الآن ونستعرض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأها بالمنطقة الشمالية حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل المفرق 32 إلى 20، إربد 30 إلى 20، وجرش 31 إلى 21، وعجلون 29 إلى 20 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى ونبدأها بالزرقاء، تسود أجواء صافية 33 إلى 23، البرقاء 31 إلى 22، العاصمة عمان 30 إلى 22، مأدبة 31 إلى 23، والبحر الميت أجواء صافية أو أجواء حارة مع 37 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 22، الطفيلة 30 إلى 21، معان 36 إلى 23، الشوبك 29 إلى 21، والعقبة طقس شديد الحرارة مع 40 إلى 31 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 36 إلى 22، الصفاوي أتربة مثارة 36 إلى 21، ورويشد أيضا أتربة مثارة مع 37 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.